النهارده عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للجنه الوطنيه التنسيقيه لمكافحه الفساد، وده بحضور وزراء التخطيط والتضامن الاجتماعي والتنميه المحليه وممثلي كل من وزارات الداخليه الخارجيه العدل النيابه العامه وهيئه الرقابه الاداريه والجهاز المركزي للمحاسبات وكمان هيئه النيابه الإدارية. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الاجتماع من السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير وأهلا بيك سيادة السفير. مساء الخير يا فندم، تحياتي. أهلا وسهلا بحضرتك. قل لي، يعني أولا عايز أبدأ بهذا الاجتماع، اجتماع اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، إيه أهم ما دار في هذا الاجتماع وإيه الهدف من هذا الاجتماع أيضا؟ يعني اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس الوزراء اليوم بتأتي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السنوات الفساد التي أطلقتها الدولة في ديسمبر 2014. عرضت الجهات الإدارية المختلفة والوزارات المشاركة الخطوات التي قامت بها في إطار تنفيذ الأهداف العشرة المتضمنة داخل هذه الاستراتيجية، واللي بيأتي في مقدمتها تحسين أداء الجهاز الحكومي والإداري بالدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته. طبعا هذه الاستراتيجية منذ ضعفها في ديسمبر 2014 كانت ذات أهداف وتوقيتات محددة. الاجتماع اليوم كان بيهدف إلى مراجعة ما تم داخل الوزارات المختلفة، وبالفعل تحسن موقف مصر داخل منظمة الشفافية الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، تحسن موقف مصر من المركز 113 إلى المركز 84 منذ بدء الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. السيد رئيس الوزراء شدد خلال هذا الاجتماع على أهمية تشديد العقوبات وتطبيق العدالة الناجزة، لأن ده بيمثل رادع أمام الجريمة وأمام أي إجراءات بتتعلق باستغلال أو فساد. العدالة الناجزة والإسراع بالعقوبات الحازمة ده بيؤدي إلى الحد منها. أشار السيد رئيس الوزراء أنه كافة المعاملات الحكومية أيضا يجب أن تتمتع بمبادئ الشفافية، ومن ذلك مسابقات التعيين بالدولة. وبالفعل الدولة اتبعت خلال الأعوام الماضية منهج الإعلان بكل شفافية عن مسابقات التعيين والإعلان عن نتائج هذه المسابقات، بالإضافة أيضا إلى ميكنة الخدمات الحكومية، لأن الحد من التعاون أو التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها ده بيكون عنصر مهم في الإقلال من أي فرص للفساد. السيد رئيس الوزراء أكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ هذه الاستراتيجية وعلى استعداد للمضي في اتخاذ كل الخطوات اللي من شأنها تحقيق الأهداف المختلفة للأهداف العشرة لهذه الاستراتيجية. طيب سيادة السفير، الحقيقة عايز أسألك أولا، هل ده الاجتماع الأول من 2014؟ لا، هو كان منذ إطلاق هذه الاستراتيجية كانت هناك اجتماعات داخل اللجنة الوطنية التنسيقية بمكافحة الفساد، هناك اجتماعات دورية بتتم داخل هذه اللجنة. يمكن يكون هذا هو الاجتماع برئاسة السيد رئيس الوزراء، أول اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يعني. لكن اللجنة كان لها اجتماعات تنسيقية فيما بينها بتتابع هذه الإجراءات، ولكن هذا هو الاجتماع اللي رأسه السيد رئيس الوزراء بحيث يتم الاطلاع على ما اتخذته كل هذه الوزارات والجهات الرقابية من إجراءات لمكافحة الفساد. وأيضا برئاسة السيد رئيس الوزراء يمكن عرض أي من التحديات أو المعوقات التي قد تعوق أو تحول دون تنفيذ كل أهداف هذه الاستراتيجية، بحيث يتم اتخاذ الإجراء والقرار المناسب على مستوى رئاسة مجلس الوزراء. طيب احنا تابعنا مؤخرا سيد سفير ما أثير عن فساد في صوامع القمح، وهو ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق في تقريرها، وقالوا أنه الفساد بيصل يعني مئات الملايين من الجنيهات. عايز أعرف موقف الحكومة من هذا التقرير، إيه اللي عملتوه؟ يعني الأمر ليه جانبين. خلال اجتماع اليوم للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، السيد رئيس الوزراء أكد على أهمية وجود تعاون بين هذه اللجنة ومجلس النواب بكافة اللجان المتعلقة بتقصي الحقائق، سواء المتعلقة بالقمح أو إذا ما كان هناك توجه لتشكيل لجان أخرى داخل مجلس النواب لتقصي الحقائق في أي مجال، لأن ده دور مهم لمجلس النواب، دور رقابي بمتابعة الأجهزة التنفيذية وكشف أي
جوانب من الفساد، وده ايضا نفس الاهداف اللي بترجوها الحكومه وبترجوها اللجنه الوطنيه التنسيقيه لمكافحه الفساد. انا طبعا عايز اشير الى ان وزاره التموين كان ليها هي الدور البادي في الابلاغ للنيابه عن وجود بعض المخالفات داخل عدد من الصوامع وتحريك الجهات الرقابيه داخل وزاره التموين لمتابعه هذا الامر، بالاضافه الى الدور المقدر والمهم اللي قامت به لجنه تقصي الحقائق داخل البرلمان. تمام، انا بشكر حضرتك جدا سفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء.